لا، احنا لا ينبغي ابدا ان نجلس على او نجلس في البيوت وفي الاماكن العامه نبكي ونشكو، لكن لازم نتحرك. كانت الفكره ان احنا هناك علاقات افتقدناها قويه جدا على المستوى الدولي، علاقات مثلا مع روسيا تلك التي كانت والتي لا استطيع ان اضيف جديدا الى ما قاله الدكتور جمال والاستاذ عزة، لكن روسيا كانت شريكا اصيلا. لذلك واحنا ساعه ما فكرنا ان احنا نروح لها ما فكرناش الا بهدف اولي مبدئي، قلنا نروح نقدم باقه ورد الى روسيا باكملها ممثله في حكومتها في رئيسها في شعبها.